وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور حسين الهرمي من مجمع السلمانية الطبية. دكتور حسين، بعد التحية، إلى أي مدى سيسهم فتح العيادات في الفترة المسائية بمجمع السلمانية الطبي في تقليص قوائم الانتظار للمرضى والمراجعين؟ مساء الخير. في البداية أحب أشكركم على طرحكم للموضوع وتسليط الضوء على هذا المشروع. لا يخفى عليكم بأن مجمع السلمانية هو أكبر مجمع يخدم القطاع الصحي بالمملكة. يعني تبين من الإحصائيات في سنة 2017 بأن قسم العيادات الخارجية بمجمع السلمانية يستقبل أكثر من 878 ألف موعد سنويا، وهذا بالتأكيد يشكل تحدي على مختلف الأطراف. نعم. من إدارة مستشفى، من طاقم طبي وتمريض وقوى عاملة مساندة، وبالتأكيد على المرضى لأنه ينعكس على قائمة انتظار طويلة للاستشارات الأولى. لذلك تم العمل على هذا المشروع وهو فتح العيادات المسائية بتوجيه من الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية، وذلك لتقليل قائمة الانتظار. فتحنا العيادات الفترة المسائية بحسب احتياجات كل قسم وفقا لقوائم الانتظار. تم التنسيق مع قسم التسجيل لإعداد قوائم خاصة بالمرضى الجدد واللي بعضهم ينتظر لمواعيد أكثر من 16 شهر. فتمت عملية إعادة الجدولة بحيث يتم استقبالهم في الفترة ما بين الثانية والنصف إلى السادسة مساء. وتم البدء في هذا المشروع ابتداء من تاريخ 4 أكتوبر وعلى مراحل. في الخطة المبدئية للمرحلة الأولى رح نعمل على تقليص قوائم الانتظار الحالية في الفترة خلال 3 إلى 5 أشهر القادمة، يعني إن شاء الله على بداية 2021 احنا نكون منتهين من عدد كبير من المرضى. طبعا تختلف الفترة بحسب التخصص أكيد. طبعا الجدير بالذكر بأن هذا المشروع تم بتعاون كبير وبتطوع من الأطباء القائمين بمتابعة ومباشرة الحالات، وأيضا طاقم التمريض وطاقم الخدمات المساندة، وذلك أكيد نابع من الحس الوطني والإنساني لخدمة المراجعين، ولهم الشكر بالتأكيد على مؤازرتهم للجهود الرسمية. طبعا في المرحلة الأولى راح نستقبل تقريبا من 90 إلى 120 مريض أسبوعيا في التخصصات التالية، يعني كلا على حدة: جراحة المسالك البولية، الأمراض الجلدية، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الجهاز العصبي، الأنف والأذن والحنجرة، وأيضا قسم طب وجراحة العيون بمعدل 20 إلى 30 مريض يوميا. وبالتأكيد بناء على البيانات والمعطيات اللي يتم جمعها يمكن أكيد للإدارة تحديد أولويات وتصنيفها بشكل أكبر ووضع خطط مستقبلية وبشكل دوري أكيد لتقليص قوائم الانتظار وفق استراتيجيات لتقديم خدمات أفضل للمراجعين ولرفع مستوى الخدمات الصحية بمجمع السلمانية الطبي بشكل خاص وبمملكة البحرين بشكل عام. نعم. الدكتور حسين الهرمي من مجمع السلمانية الطبي، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار. شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.